بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. نتحدث هذه الليلة عن الغارة الإسرائيلية على سوريا. هذه الغارة كشفت كذب وزيف الإيرانيين وحزب الله وما يعرف بمحور المقاومة، فلم نرى رد من الإيرانيين ولا من حزب الله على هذه الغارة، وهم يدعون جهارا نهارا مرارا وتكرارا بأنهم في هذا الحلف المقاوم ضد إسرائيل. فإذا كان الاعتداء الأخير من إسرائيل وسبقه اعتداءات ولم يردوا عليها، فماذا عن هذا المحور؟ ما حقيقة هذا المحور؟ هل هو هذا المحور ضد الأطفال السوريين، ضد قتل الأطفال والنساء في سوريا، أم أنه ضد إسرائيل؟ فإذا كان ضد إسرائيل فيجب على الإيرانيين وحزب الله أن يهاجموا إسرائيل. وإذا كان هذا المحور هو ستار للتمدد الفارسي في العالم العربي باسم فلسطين، وهذا هو الحقيقة، فلن يقوموا بضرب إسرائيل، وهم أجبن من أن يضربوا إسرائيل، سواء حزب اللات أو بشار النعجة أو الإيرانيين، هم أجبن من أن يفعلوا ذلك. وما أضحكني في تعليق وزير الدفاع الإيراني بأنه قال إذا كانت سوريا تحتاج إلى تدريبات بعد الغارة فسنرسل لها مدربين إيرانيين. استخفاف بعقول الناس. الآن هو وقت حرب أم وقت تدريب؟ يعني إسرائيل تدك معاقل بشار النعجة، والإيرانيين يريدون أن يمدوها بمدربين. هم أجبن. هذه إيران يعني صوتها دائما جعجعة، كما يقال جعجعة نرى جعجعة ولا رنا طحنة. فهم يعني يضحكوا على العالم العربي من خلال الإعلام المزيف في إيران بأن إيران ضد إسرائيل وأنها ستمحو إسرائيل من الخارطة. كله كذب، كله كذب. لا يمكن لإيران أن تضرب إسرائيل ولا لحزب الله. ونتذكر 2006 عندما كان عميلها المدلل حسن نصر الشيطان تحت القصف 33 يوما، لم تتدخل إيران، لم تتدخل ولم ترسل صواريخها التي تقول انها من يعني بعيدة المدى وتستطيع ان تمحو اسرائيل من على الخارطة. لم تتدخل، جعلت عميلها يدك، ولولا الدول العربية، ضغط الدول العربية وخاصة الخليجية والسعودية على امريكا ان توقف الحرب، لان لبنان الذي يدمر وليس حزب اللات وليس عملاء ايران في لبنان. توقفت الحرب ولم تخرج اسرائيل الا بعد قدوم اليونيفل اللي هو القوات المشتركة لحماية الحدود الإسرائيلية، وطرد حزب الله بعد الليطاني، ولكن المكنة الإيرانية حولت ذلك إلى نصر. والجزيرة في تلك الأيام كما تعرفون كانت قطر من ضمن محسوبة على حلف المقاومة، لعل أميرها وصل إلى جنوب لبنان واستقبل استقبال جهنمي، وكانه الخميني وصل إلى هناك لأنه كان من ضمن المكنة التي تروج لانتصار حزب الله، وهو انتصار كاذب ولم ينتصر. قتل أكثر من 100 من 1300 لبناني، دمرت لبنان بالكامل. علي أتذكر سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي عندما سألته أحد الصحفيين، فكانت تقول يجب على الدول العربية أن تعيد النظر في هذه المقاومات التي حققت انتصارات ضد إسرائيل. فرد عليها قال إذا كان الدول العربية تبحث عن مجموعات وتشكيلات تكون في هذا المكان أو في هذه الدولة أو في الأخرى وتقاتل إسرائيل، ثم البلد بالكامل يدمر عن بكرة أبيه، فهذه أنا أختصر ما قاله، فهناك خلل في التفكير العربي إذا كان هذا ما يبحث عنه العالم العربي. صحيح، خلل في العالم العربي، لأن هناك مكنة إعلامية تسوق لهذه الانتصارات المزيفة، هزائم تحول إلى انتصارات. ولعل أعود إلى سوريا الآن،
وهل إيران سترد أو حزب اللات؟ لن يردوا، لن يردوا. ولعل من سوء حظ نصر الله قبل الغارة بيوم أو بيومين تكلم أن سوريا لها أصدقاء حقيقيين ولن يسمحوا بسقوط سوريا. فلنرى الآن أين هم الأصدقاء الحقيقيين؟ لما لا يوجهون أسلحتهم إلى إسرائيل أم إلى الأطفال والنساء والعجزة الذي لا حول لهم ولا قوة؟ هذا محور اسمه محور المكاذبة، محور لتقطيع المشروع كما أسلفت في الحديث، لتقطيع على مشروع هو التمدد الفارسي. إيران لا تعتني بفلسطين وهمها الأخير هو فلسطين، ولكن هناك من السذج في العالم العربي من يصدق هذه المكنة الإعلامية الإيرانية. ولكن نعود في آخر المطاف وأقول بكل تأكيد وبكل ثقة أن بشار الأسد سيرحل، سيذهب، إما سيقتل وإما سيذهب إلى روسيا أو إلى طهران، ولكن لا وجود، لا يمكن للسوريين أن يسمحوا لهذا المجرم أن يبقى في سوريا، لا يمكن. والفرج إن شاء الله قريب إلى السوريين. وهذا ردي فقط مختصر على ما حصل في نتيجة الغارة الإسرائيلية وتداعياتها، ونرى محور المكاذبة، محور الممايعة، ماذا سيفعل. لعلي استمعت قبل قليل أو قبل فترة لأحد اللبنانيين بواقع النظام ناصر القنديل عندما قال يعني بعض المفكرين اللبنانيين لا يحسبون أن هناك متابعين لما يقولون، يقول أن رئيس الأسد يريد أن يرد على الغارة الإسرائيلية، ولكنه اتصل ببوتين وطلب من بوتين وطلب منه بوتين أن لا يرد، استأذن منه 6 ساعات ليتصل بالرئيس الأمريكي وليرى ما حدث ثم ليرد على السوريين. هو قال هذا الكلام قبل شهر من نفس الغارة السابقة، قال نفس الكلام إن الرئيس بشار الأسد كان سوف يرد ولكن الروس طلبوا منه أن يتمهل. ولا أعرف ما دخل بوتين بأنه يتصل مباشرة الرئيس السوري ببوتين، وكان أنظر إلى وزير الدفاع ورئيس دولة، بمعنى وزير الدفاع يتصل برئيس الدولة ليسأله إذا كان ممكن أننا نرد أو لا. يعني سخافة ما بعدها سخافة. نقول لبشار النعجة أنت ذاهب، ذاهب لا محالة. ونقول لملالي طهران أنتم ستخسرون هذا الحليف الذي دفعتم من الأموال ومديتم بالعتاد والاستخبارات وكل الأمور لمدة 30 عاما، 30 عام وإيران تبني هذا المشروع، وتعرفون النفس الفارس الطويل في بناء، لا كما يقال بروتوكولات بني صهيون، هذه بروتوكولات بني صفيون تحتاج لها نفس طويل. في إيران بنت ل30 عام بنت هذه البروتوكولات على أنها تتوسع، والآن إذا وهذا سيحصل إن شاء الله في سوريا ستهزم وستخسر إيران ما بذلته 30 عاما. والنصر إن شاء الله قريب، ونقول لإخواننا السوريين إن شاء الله نصركم قريب، وهؤلاء الأعداء سواء من حزب الشيطان أو من الإيرانيين سيهزمون مع بشار الأسد. وقد تبين للعالم العربي والعالم الإسلامي من هي إيران. صدقوني في كل يوم تستمر الحرب في سوريا إيران تخسر الملايين من العالم الإسلامي، العالم العربي انتهى، لا يوجد لها أي مصفق ولا لها أي مؤيد إلا من تشتريهم بفلوسها، من ما تشتريهم بالمال يظهروا في فضائية العالم ويقولوا ما تريده إيران. أما على الأرض فلا يوجد لها جماهير ولا يوجد لها مؤيدين، وأعتقد إسرائيل لو ضربتها غدا لن يخرج شخص واحد في العالم العربي والعالم الإسلامي إلا من عملائها أو أنابها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.